لا تدرك زينب وزليخة ماذا يجري حولهما وماذا يخبئ القدر لهما. فوالد زينب وزليخة من بين مئات المفقودين جراء غرق المركب قبالة سواحل اليونان. غادر والدهما بحثا عن حياة أفضل لهما ولأسرته، لكن حلمه الجميل تبعثر كحطام المركب الذي كان يقله. لقد عانى ابني من ظروف صعبة حيث احتجزه المهربون في ليبيا. لقد دفع لهم أكثر من 2,000,000 روبية. طلبنا منهم إعادته لكنهم رفضوا وأخبرونا أنهم أركبوه في سفينة عبر البحر، ثم وقع الحادث ولا ندري إن كان حيا أم ميتا. ما جرى لابني ظلم. هنا في قرية بنغلي في مقاطعة كتلي بالقرب من خط السيطرة الفاصل في كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند، يجتمع سكان القرية لمواساة بعضهم، حيث اعتبر أكثر من 10 شبان من أبناء القرية في عداد المفقودين، تاركين وراءهم أطفالا يتامى وأسرا ثكلى. اتصل بنا شقيقنا الأصغر قبل 10 أيام ليخبرنا أنه متجه مع رفاقه إلى إيطاليا عبر المركب. كنا ننتظر اتصاله بفارغ الصبر، لكن بعد مرور 7 أيام سمعنا بمأساة المركب. ما نرجوه الآن أن نعرف إن كان حيا أو ميتا، وإن كان ميتا فنريد تسلم جثمانه. حال سكان قرية بنغلي حال قرى باكستانية عدة فقدت العديد من أبنائها في زهرة شبابهم، وباتوا ضحية عصابات التهريب والاتجار بالبشر، حيث يدفعون مبالغ تصل إلى 10,000 دولار للمهربين، يضطرون فيها للاستدانة وبيع أو رهن منازلهم ومزارعهم. حتى الآن أحصينا في مقاطعة كوتلي نحو 30 مفقودا، وعثرنا على أحد الناجين. نقوم بإجراء فحص الحمض النووي لذوي المفقودين للتعرف على هوية الجثث تمهيدا لتسليمها لهم، كما تم اعتقال 10 عملاء تهريب ويجري التحقيق معهم. وفي انتظار معرفة مصير المفقودين ينتظر ذووهم أياما صعبة قد لا تنتهي قريبا. تمر الساعات والدقائق طويلة على ذوي ضحايا المركب، وبالرغم من تضاؤل الآمال في العثور على ناجين، فلا يزال ذوي الضحايا يتطلعون إلى مجرد نبأ أو بشارة سارة حول مصير أحبتهم. عبد الرحمن المزيني، العربية، مقاطعة كوتلي، كشمير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.